يا خليلي يا خليلي احبس الجرد المهارا وابكي يا دارا عليها الدهر جارا وربوعا أقفرت من أهلها فغدا من بعدهم قفرا برارا حكم الدهر على تلك الربا فانمحى والدهر لا يرعى ذمارا كيف يرجى السلم من دهر على آل بيت الواحي قد شنال المغارة لم يخلف أحمد إلا ابنة ولكم أوصى إلى القوم مرارا كأبدا بعد أبيها المصطفى أي قصصا لو مست الطود لمعا بعده في آله الأطهار ثعار غصبوها غصبوها حقها جهرا ومن عجب ومن عجب أن تظلم الزهراء بكت والدها قائلا فلتبكي ليلا ما شاء الله نهارا ويله لو أن بكت بضعة المختار أياما قصارا عم من سعى ظلمها من راعها ما إن على فاطمة الزهراء جارا وعليها هجم القوم ولم تكن
عرفت لا وعلياها الذي جرى إلى أين يأخذنا الشاعر لست أنساها ويا لهف لها إذ وراء الباب لا أبت كي توارى يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة إذ وراء الباب لا أبت كي تسلني كيف رضوا ضلعها وسألن الباب 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 عنها والجدار وسألن أعتابها عن محسن كيف فيها دمه راح جبارا يا جبارا يا واسألا لؤلؤ قرطيها لمن تثرت عمي والعين لم تشكو احمرارا يا المسمار موتور لها فغدا في صدرها يطلب لبست الحزن طول العمر والله يلباب يلباب ذهيل وما بقى الافكار يلباب يلباب نشدك وين محسن سقط يلباب يلباب ان يوم العصر والزهرة الزكية يوم العصر والزهرة بعد علتها قضت أيامها مريضة عليلة بعد أبيها رسول الله في كل لحظة تبكي على أبيها ما يذكرها شيء بأبيها إلا وبكت وأنت بل هي تطلب ما يذكرها بأبيها رسول الله حتى ضج أهل المدينة لبكائها جاءوا إلى علي وقالوا يا علي فلتبكي فاطمة بالليل وتسكت بالنهار أو تبكي بالنهار وتسكت بالليل ولما أخبر فاطمة قالت لا والله لن أهدأ ليلا ولا نهارا أبكي على أبي دائما وتأتي إلى قبر أبيها تخاطبه تقول لقد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب إنا فقدناك فقد الأرض وابلها الله أكبر وتأتي إلى بيت الأحزان الذي بناه لها أمير المؤمنين تبث حزنها وشكواها إلى أن هدموا ذلك البيت فتأتي إلى ظل شجرة تنوح تحتها فجاءوا إلى تلك الشجرة وقطعوها يقول قطعوا أراكتها ومن أبنائها قطعت أمي يمين